شاء الله هتكون كويس. دي لسه ما كملش 7 شهور. بس انا متاكده انها هتكون كويس. يا رب يا رب. خير يا دكتور؟ خير. بنت زي القمر. بنت بنات يا دينا. جميلة خالص. مبروك. الله يبارك فيك. دكتور رؤوف، مدام سلمى. مالها؟ للأسف بقالي الليل. سلمى! لا لا يا سلمى! لا ده انت لسه ما شفتيش بنتك. مش قبل ما تشوف فيها، لازم تشوف فيها الاول. سلمى سلمى! مش الوقت. طيب استني استني لما تشوفي بنتك. استني لما تشوفي بنتك. ما شافتهاش يا دينا، ما شافتهاش. سلمى سلمى لازم تقومي. طب قومي شوفيها الاول، قومي شوفيها. طيب ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا سلمى، ما تسيبنيش يا سلمى. رؤوف، كنت عايزة أتكلم معاك شوية. ممكن دلوقتي ولا تحب بعدين؟ بقى في حياتك أنا كلمت المستشفى اطمن على البنت، قالوا لي إنها كويسة قوي. الممرضة سألتني هتسموا البنت إيه؟ أنا سمحت لنفسي إني أقول لها هنسميها سلمى. أنا عارفة ومتأكدة إنه كنت عايز كده، بس يمكن محبتش تسألني، افتكرت اني ممكن ازعل او اتضايق، بس ده مش صحيح. معرفش اذا كنت هتصدقني لو قلت لك اني حقيقي زعلانة على سلمى ولا لا. معرفش هتصدقني ولا لا لو قلت لك ضميري بيموتني اكتر 100 مرة من قبل كده. لكن البنت زي القمر. أنا كنت بتفرج عليها وهي في الحضانة، جميلة
بتعمل حاجات غريبة قوي. يعني ما فيهاش حاجة مني؟ لا، زي القمر، زي ماما. أنا مش عارف من غيرك كنت عايش إزاي. أنا بحبك أوي أوي. وأنا كمان بحبك أوي اهلا اهلا اهلا. جميله جميله. اول ما طلعت من الحضانه قلت لازم اجيبها لك علشان تشوفها. الله الله الله، جميله قوي. سلمى سلمى حبيبتي. هاي، انت مبسوط؟ بتكشر ليه؟ جد بعد فتره كبيره قوي يا دينا. طب وماله؟ لما تتبسط ابتسم. طول ما انت شايلها وباصص في وشها كده تبتسم. الحمد لله الحمد لله. ليلى، ازيك يا حبيبتي؟ مالك؟ يا نهار اسود، انا جايه لك حالا. يلا مع السلامه. ايه في ايه يا دينا؟ يوسف حاول ينتحر في المستشفى. ليه؟ ايه اللي حصل؟ طلعت مات، ويوسف متهم ان هو اللي قتله. طب يلا يلا بينا ننزل لهم اسكندريه دلوقتي. ايوه بس البنت هنسيبها مع مامتك. صح. هتعملي ايه؟ هكلم رباب. رباب، عامله ايه؟ عرفتي اللي حصل لليلى؟ مش وقته دلوقتي، انا هروح لها حالا. يلا اشوفك هناك. باي باي. يلا يلا يا ديلا يلا. في ايه يا ليلى؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ قولي لنا بس، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش قادره اتكلم. طب تعالي معايا بس، انا عايزه اجيبك. لا انا مش هتحرك من هنا. ممكن تقولي لنا بس ايه اللي حصل؟ مش هتحرك من هنا غير لما اشوف. خلاص سيبها براحتها. طب معلش يا جماعه، ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ ماشي. اهدي بس، تعالي 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 يا عز. تعالي بس تعالي. كنت اهدي اهدي بس شويه. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط.